نور الدين من المغرب معايا، اهلا بيك. السلام عليك اخي احمد. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا فندم. واولا انا تسال على ابو فوده، اتمنى له الخير ان يكون بصحه ان شاء الله. واقول عن السيسي، انظر الى الشيء الى الصوره انها معبره، انظر انهم ابنهم المدلل الطائع، انظر في الصوره نتنياهو ما يتعامل مع انه صبي عندهم، انظر الى هذا الخسيس اللعين، سبه ترامب قال له القاتل اللعين، ونتنياهو يقول له الخائن اللعين. يا اخي انظر، انظر جلسته كيف، انظر كانه صبي، هذا لا يصلح ان يقود مصر. مرسي لو مرسي الرجل الصالح، كرز الله عنه. نحن في العالم العربي عندما جاء مرسي والله العظيم اصبحنا نحس بعزه. اتمنى ان مصر تعود الى ثورتها من جديد يا اخي. وانا كمان والله بتمنى معاك، بشكرك جدا يا استاذ نور الدين، تحياتي لحضرتك.